السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في مواقع بتسهل كتير جدا عليك موضوع ان انت تعمل برزنتيشن. طيب خلينا مثلا نقول له احنا عايزين نعمل مثلا موضوع عن ايجيبت، تمام، واقول له جنريت ماي برزنتيشن، ما كتبتوش اكتر من مصر، تمام. هو بيقول لازم يبقى لك حساب، فبيقول لي اختار الحاجة اللي انت عايز تتكلم فيها. فهنتكلم عن تورست السياحة ونشوف. فهو بيقول لي اكتب بعض الحاجات اللي تساعد، فاقول له مثلا ايه اتكلم بقى، عايز قد ايه البرزنتيشن. طيب خليه 40 دقيقة. الشكل بتاعه هو ليكون مثلا دارك كرييتيف، فبيقول لي ليس از مور، يعني كل ما يكون حاجة بسيطة كل ما يكون احسن. فبتلاقي عمل لك البرزنتيشن كله، انت بس لازم انت بقى تبص عليه، تراجع عليه، تشوف ايه الحاجة اللي انت عايز فيها تظهرها زي ما انت عايز. ممكن تقول له بلاي، تبدأ بقى تشوف الشرايح ورا بعض، بيتكلم عن نهر النيل وأهم الآثار وأهم المباعد المعابد والحاجات دي كلها. ف يعني ما خدش جهد خالص وعمل لنا البرزنتيشن دي. بقى خطورة الذكاء الاصطناعي، وتقدر بقى ان انت تحط نوتس، تقدر ان انت تعدل في الديزاين، تقدر ان انت تعدل في الكلام، ليك مطلق الحرية ان انت تعمل اي برزنتيشن من اول خالص.